بداية سعيد جدا بالحضور معكم في هذا اليوم الدراسي واعبر لكم عن عميق شكري وعن عظيم امتناني لهذه الدعوه الكريمه مغتنما هذه المناسبه لتتمين موضوع هذا اليوم الدراسي الذي يتناول تطورات قضيتنا الوطنيه الاولى وجهود الدبلوماسيه الموازيه. هذه المبادره التي تعكس مدى الايمان. والقناعة الراسخة بأهمية الأدوار التي تطلع بها الدبلوماسية الموازية في ظل ما تحقق من مكاسب دبلوماسية وبالنظر لمحورية قضية الصحراء المغربية في وجدان جميع المغاربة وفي هذا الإطار ما فتئ جلالة الملك يؤكد غير ما مرة في خطابته السامية حيث أكد في خطابه أمام ممثلي الأمة خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة 11 أكتوبر 2013 إن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد وإنما هي أيضا قضية الجميع مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المواطنين انتهى النطق الملكي السامي إنها إذن رسالة سامية واضحة لا تحتاج إلى كثير من التفسير أو التوضيح فتحت قيادة جلالته وفي ظل ما حققته الدبلوماسية المغربية الرسمية لا بد من تعبئة شاملة لجميع القوى الحية في بلادنا برلماناً وتنظيمات سياسية ونقابية وجمعيات المجتمع المدني داخل الوطن وخارجه وفي هذا الإطار لا بد من الاعتزاز بما حققه البرلمانيون أعضاء البرلمان من مكتسبات على مر العقود سواء من خلال العمل ضمن الشعب واللجان البرلمانية أو لجان الصدقة أو دعما للمسار دعما للمسار السياسي والديمقراطي في بلادنا وتأييدا لقضيتنا العادلة وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية كما لا يفوتني ان انوه بما حققته الدبلوماسيه الحزبيه من مكاسب هامه لفائده القضيه الاولى من خلال التكتلات والتجمعات الدوليه للاحزاب الصديقه التي تجمعنا معها نفس المرجعيات الفكريه والايديولوجيه والتي طالما شكلت اداه فعاله لتبني مواقف ايجابيه من قضايا الحلفاء. ايضا التنويه يطال العمل الجبار الذي انجزته وتنجزه جمعيات المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه دفاعا عن الوحده الترابيه ومواجهه لخصومها في المنتديات الامميه والدوليه حضرات السيدات والساده لقد قادت الرؤيه الحكيمه والمتبصره لجلاله الملك المغرب الى ما هو عليه مشروع لا سيما مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي والحقوقي والسياسي بالاضافه الى الانجازات التنمويه الاجتماعيه والاقتصاديه على الصعيد الداخلي، حيث شكل النموذج التنموي الخاص بالمناطق الجنوبيه واحدا من هذه الاوراش الكبرى التي تستلزم او تستلهم توجهاتها الكبرى من المشروع الوطني الذي يرعاه جلاله الملك. وعلى الصعيد الخارجي تحققت انتصارات مواليه متواليه أضحت معها لبلادنا حضور وزين في العمق الإفريقي والتعاون جنوب جنوب وفي محيطه العربي والأورو متوسطي كما قادت تلك الرؤية المتبصرة مختلف شركائنا إلى استيعاب أن الشراكة المتقدمة مع بلادنا والتعاون الاقتصادي وأيضا الأمني لن يتحقق دون الحفاظ على سيادة المملكة على أراضيها وصون مصالحها في الوقت الذي توالت فيه الاعترافات الدولية بالسيادة المغربية على صحرائه حيث توجت بفتح قنصليات لازيد من 27 دوله في مدينه في مدينتي العيون والداخله كبريات حواضر الصحراء المغربيه. كل تلك الانجازات كرست مزيد من الثقه والمصداقيه والاجماع الدولي حول مقترح الحكم الذاتي الذي تقترحه بلادنا كحل وحيد واوحد لهذا النزاع المفتعل وهو ما يدعونا جميعا الى ترصيد وتثمين ما تحقق ومواصله العمل لاجل التصدي لمناورات الجميع التي للاسف ترصد لها امكانيات كبيره بحجم اقتصادات دول بعينها وهذا ما يدعو الدبلوماسيه الموازيه للمزيد من رص الصفوف وبذل الجهود اكثر من اي وقت مضى وفق منهجيه صارمه للاشتغال بحزم وعزم متواصلين